ملتقى إنجازات شبابية كويتية بدورته الثالثة. بسواعدهم نرتقي. هذا العام نلتقي بعد معاناة مواجهة الوباء، نسلط الضوء في دورتنا الجديدة على مبادرات إبداعية وتجارب مميزة تعانق السماء. اليوم على مسرح شباب الدعية نشهد انطلاق فعاليات ملتقى إنجازات شبابية كويتية الثالث بالتعاون مع نادي الصحافة والنجوم والهيئة العامة للشباب. تأتي هذه الدورة لتكريم بعض من وقفوا في وجه الجائحة، كل في مجاله، ونستمع إلى تجاربهم ومواقفهم خلال تلك الأزمة. شباب الكويت من خلف الكاميرات وأمام الميكروفونات، إعلاميين حملوا على عاتقهم نقل صورة كاملة للأحداث. شبابنا في الصفوف الأولى بكافة الجهات الحكومية والأهلية. لا يكفي ملتقى لتكريمهم، ولكن كما عهدتمونا فإننا نسلط الضوء في ملتقانا على أبرز النجاحات والقصص المؤثرة لتصل فائدتها لباقي شباب الوطن. هذا الحدث الكويتي ولولاكم لما نجحت هذه الفعالية وظهرت للنور. الوعد يوم الخميس 23 من ديسمبر بسواعد كويتية نبني الأوطان. رئيس مبادرة إنجازات شبابية السيد جمال العدواني.